بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض الدرس الأول من دروس المادة TM355. هناخد منها الدرس الأول، والدرس الأول ببساطة بيتكلم على شوية مواضيع عن الاتصالات زي المواضيع اللي كنا خدناها في المادة TM215A. وهو بدأ لك بموضوع بسيط جدا، هو بيقول لك لما يكون في شخص مرسل، المرسل ده اللي هو الشخص اللي معاه تليفون. ما هو الشخص اللي معاه تليفون ممكن يكون مرسل وممكن يكون مستقبل. طبعا هو عينيه ضيقه كده لانه صيني، هو مش موجود هنا، هو موجود في الصين معلش، وده برضه صيني، دي زوجته، هو كان بيكلم زوجته في التليفون، فهما الاثنين صينيين زي ما انت عارف. طبعا كلهم عينيهم عامله كده، كلهم اسطمبه واحده يعني، بس طبعا لانها زوجته فهي يعني عندها شعر. ده المرسل، المرسل اللي هو الترانسميتر، ترانسميتر، وده الريسيفر اللي هو اللي بيستقبل المكالمة. طبعا حاجة صعبة انها تستقبل المكالمة بشكلها ده يعني، بس في بينهم الاتنين قناة اتصال اللي هي الترانسميشن شانل، تمام، قناة اتصال، قناة اتصال. المهم ان انا حبيت اعمل لك الشكل البسيط ده عشان اعرفك ان اي مكالمة تليفون بين شخصين بيكون فيه ترانسميتر اللي هو جهاز تليفون، وبيكون فيه ريسيفر اللي هو برضو جهاز تليفون، وبينهم هما الاثنين قناة اتصال. قناة الاتصال دي ممكن تكون واير وممكن تكون وايرلس، صح؟ طيب وايرلس يعني ايه؟ يعني انا لما يكون ده مثلا جهازين موبايل، ده جهاز موبايل وده جهاز موبايل، الاثنين هيتوصلوا مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق قناة الاتصال. قناة الاتصال دي هي وايرلس، يعني موجات او اشعة الراديو، صح؟ طب لو كانوا بيتصلوا ببعض عن طريق خط ارضي، يبقى في الحالة دي هما بيستخدموا الاسلاك، وفي حالة استخدامهم للاسلاك ممكن يستخدموا النحاس او اللي بنسميه الكبر كيبل، ممكن نسميه الكبر كيبل وممكن نسميه الكوبر كيبل، الاثنين صح، كبر كيبل، وممكن نسميه الالياف الضوئية او الاوبتيكال فايبر. الكبر كيبل اللي احنا بنستخدمها او الاسلاك النحاسيه اللي احنا بنستخدمها عاده في خط التليفون المنزلي اللي هو خط التليفون البسيط، لكن لما يكون في لونج ديستانس في الحاله دي احنا بنحتاج ان احنا نستخدم الاوبتيكال فايبر. لان الاوبتيكال فايبر عباره عن ايه؟ عباره عن انبوب زجاجي. الانبوب الزجاجي ده بيكون فيه هنا ترانسميتر وهنا ريسيفر. الترانسميتر بيرسل اشعه ضوئيه، الاشعه الضوئيه دي سريعه جدا فبتوصل بسرعه، وهنا بيتم فك شفرة الأشعة الضوئية وبتتحول إلى إشارات كهربية. فعشان كده هو عبارة عن سلك، ولكن سلك عبارة عن أنبوب زجاجي بيوصل فيه، بيوصل أو يعتبر ترانسميشن شانل سريع. فعشان كده أصبح بيستخدم في اللونج ديستانسز عشان ينقل بشكل سريع. خلاص؟ طيب. يبقى هنا في الدرس بتاعنا اول حاجه ده simplest type of communication system، ابسط نوع من انواع الكوميونيكيشن سيستم، بيتكون من ايه؟ بيتكون من ترانسميتر مرسل وريسيفر ومستقبل، والترانسميتر بيبعت اشارات الى الريسيفر. خلاص. طيب اديني اكزامبل. قال لك اللوكال اريا نتورك، اللوكال اريا نتورك تعتبر كوميونيكيشن سيستم، تعتبر نظام اتصال متكامل، لان بيكون في مجموعه من الاجهزه، اجهزه الكمبيوتر، واجهزه الكمبيوتر دي بترسل وبتستقبل. قال لك كمان الكوميونيكيشن سيستم زي البي اس تي ان اللي هي شبكه التليفونات المحليه، شبكه التليفونات المحليه اسمها بي اس تي ان. ممكن يجي لك سؤال يقول لك جيفن اكزامبل اوف كوميونيكيشن سيستم، فعندك اتنين اكزامبل اهم. طيب هناخد الاثنين بالتفصيل. اول حاجه اللان هناخدها هنا، اللان اللي هي اللوكال اريا نتورك اللي هي مجموعه من اجهزه الكمبيوتر. انت لما تكون موجود في شركه، الشركه دي متوصل فيها مجموعه من اجهزه الكمبيوتر، هم فعليا متوصلين عن طريق شبكه لان. اذا كمبيوتر نتورك كفرنج ا ريليتيفلي سمول اريا، مساحه صغيره، such as company site، زي مساحه الشركه. ات كونسيست اوف، بيتكون من اجهزه كمبيوتر، برينتر، واجهزه تانية مختلفه. طيب ازاي الاجهزه دي بتتوصل ببعض؟ وازاي بيقدروا يفهموا بعض؟ عن طريق حاجه اسمها الراوتر او السويتش.
الراوتر او السويتش هو اللي بيعمل عملية تنظيم ومرور للرسالة من المرسل للمستقبل. الراوتر والسويتش بيعمل ايه؟ interconnect the various parts of the network، بيعمل عملية توصيل للاجزاء المتنوعة من الشبكة. كمان ensure that data is sent، ان البيانات بيتم ارسالها to the right place، للمكان الصحيح. زي على سبيل المثال لو انت موجود في شبكة وعايز تطبع ورقة، لازم الراوتر يتأكد ان الورقة دي رايحة للطبعة مش رايحة لجهاز تاني. مهم جدا الجزء ده، وممكن يجي لك سؤال في الامتحان، ممكن يقول لك what is the main use of routers and switches، ايه الاستخدام الاساسي ليه؟ الاستخدام الاساسي ان هو بيوصل اجهزة الشبكة ببعضها، وكمان بيتأكد ان البيانات رايحة في المكان السليم. ده كمان سؤال define LAN. طيب خلاص خلصنا اللان، ناخد بقى البي اس تي ان اللي هي شبكة التليفونات المحلية. لذيذة قوي شبكة التليفونات المحلية. طبعا احنا في بلد واحدة، يعني انا مثلا عايش في بلد في المنصور في مصر اسمها المنصورة، تمام. البلد دي عشان انا اتصل من تليفون البيت لتليفون تاني بتصل عادي، طالما ان احنا كلنا في دايرة واحدة اللي هي دايرة المنصورة، اللي هو المكان اللي انا عايش فيه، او بلد واحدة اسمها المنصورة، تمام. الجزء ده بيكلمك على لو في جهازين تليفون عايزين يتصلوا ببعض، طالما ان الجهازين دول بيقعوا في سنترال واحد او في بلد واحدة، بيتصلوا عن طريق حاجة اسمها اللوكال اكستشينج، تمام. حاجة اسمها ايه؟ اللوكال اكستشينج، ودي بتقع في مكان اللي هو الاكسس نتورك. دي تعتبر بيسميها الاكسس نتورك، طالما ان في اتنين جهاز تليفون عايزين يتصلوا ببعض. خلاص اهو، A telephone subscriber is connected to a local exchange. اهو بيتصل باللوكال اكستشينج، يعني بيتصلوا ببعض. And can be connected to other subscribers، وممكن ان هو يكلم الناس التانية اللي هم المشتركين التانيين on the same exchange، في نفس الاكستشينج او في نفس السنترال، في نفس البلد اللي هم موجودين فيه. اهو دول ممكن يتكلموا مع بعض لان هم في الاكسس نتورك زي ما انت شايف، تمام. طيب لو انا عايز اكلم شخص في محافظة تانية او في بلد تانية، في الحالة دي بقى الموضوع مختلف. في الحالة دي بضطر ان انا اروح في مكان اسمه الكور نتورك، او الكور نتورك، تمام. في الحالة دي انا محتاج ان انا اتصل، يعني اتصل بالسنترال بتاعي بحيث ان هو يتواصل مع سنترال البلد التانية عشان يبدأ يعمل لي مكالمة دولية، او يتصل بسنترال المحافظة التانية عشان يعمل لي مكالمة. المكالمة دي عبر المحافظات، خلاص خرجت عن نطاق السنترال بتاعي، يبقى أنا دلوقتي في مكان اسمه الكور نتورك. خلي بالك زمان لما كنا احنا عندنا، يعني أنا افتكر والدي لما كان بيكلم السعودية كان يروح السنترال، مشوار للسنترال، يروح يدفع فلوس ويقول لهم أنا عايز أكلم فلان في السعودية، ويدلهم الرقم بتاعه، وبعد نص ساعة أو ساعة أو ساعات بتطول لساعتين يرن التليفون عندنا وخلاص المكالمة بدأت، لأن بنسميها ترانك. حتى كنا زمان بنسميها ترانك، يقول لك جالك ترانك، جالك ترانك يعني جالك مكالمة بعيدة. فالترانك ده معناها أنها مكالمة خارج نطاق المحافظة في الكور نتورك. For calls further afield، يعني المكالمات البعيدة اللي هي long distance، المسافات البعيدة، the call is sent through trunk exchanges. المكالمات بتتبعت من خلال ايه؟ من خلال بقى مش اللوكال اكستشينج، من خلال الترانك اكستشينج. ذا ترانك اكستشينجز مي كونكت تو اذر اوبريتورز، ممكن ان الترانك اكستشينج يروح يكلم كمان ترانك اكستشينج، ويروح يكلم كمان واحد لحد ما يوصل للشبكه اللي هو عايزها، وممكن يكلم موبايل نتوركس. اند فيا انترناشونال اكستشينجز، وممكن يروح للانترناشونال اكستشينجز عشان يعمل مكالمات دوليه تو اذر كانتريز. دي اللي هي شبكه ايه؟ اللي هي الكور نتورك، اللي هي دي، تمام. طيب ممكن يجي لك سؤال يقول لك how to make long distance calls and international calls. الجزء ده يتفهم مش يتحفظ، يعني افهمه وافهم الكلام اللي موجود فيه، وبناء عليه ممكن ان انت تعبر باسلوبك في الامتحان لو جه سالك سؤال زي ده. خلاص يعني بتقول له والله المكالمات القريبه احنا بنتعامل مع اللوكال اكستشينج، تمام، للسبسكرايبرز اللي موجودين في نفس الاكستشينج، اما المكالمات الدوليه او اللونج ديستنس احنا محتاجين ان احنا نروح عند الترانك اكستشينج، وفي الحاله دي بيعمل لي مكالمات دوليه وبقدر ان انا اتواصل مع العالم الخارجي. طيب
هنا بيقول لك distinguish between access network and core network، فرق لي بين الاكسس نتورك وبين الكور نتورك. طبعا الاكسس نتورك ذا لوكال اكسشينج، الاكسس نتورك هو اللوكال اكسشينج اند اتس كونكشنز تو ذا سبسكرايبرز، والتوصيلات الى السبسكرايبرز او المشتركين اللي هو بيخدمهم. ذا اكسس نتورك مي سيرف مليونز، ممكن انه يخدم ملايين من المشتركين. خلي بالك في حد هيقول لي ايه ده الاكسس نتورك اللي هو يعتبر داخل نطاق المحافظه بيخدم ملايين من المشتركين؟ هقول لك اه، طالما ان المسافات بينهم وبين بعض قصيره يبقى انت بتستخدم الاكسس نتورك اهو. شوف but with only short distances، مهمه جدا دي، دي تعتبر الكي وورد بتاعت الجزء ده. الاكسس نتورك بتخدم الناس، ممكن تخدم ملايين من المشتركين، اهم حاجه ان هم يكونوا ايه، only short distance. خلاص. اما الكور نتورك دي بقى بتخدم المناطق البعيده لما يكون في لونج ديستنس، از everything beyond the local exchange. يعني ده هو اللوكال اكسشينج اهو، اي حاجه بقى بعد اللوكال اكسشينج اللي هي المحافظه بتاعتك، هتكلم محافظات تانية، هتكلم بلاد تانية، هتكلم اي حد في العالم التاني، خلاص يبقى في الحاله دي ايه، everything beyond the local exchange يعتبر ده ايه، هو الكور نتورك. Trunk lines in the core network carry multiple calls، عديد من المكالمات between two places، بين مكانين، خلي بالك ان هو بين مكانين، that may be hundreds of miles apart، ممكن يكون بينهم مسافة بعيدة، miles، hundreds of miles، يعني مئات الأميال بينهم وبين بعض. السؤال ده أنا شايف إنه مهم. دخل لك بقى في الكابلات، شوف إحنا هنا اتكلمنا بعد كده عن الإيه؟ الواير أهو. الواير ممكن يكون فيه ايه؟ ممكن يكون فيه اوبتيكال فايبر، ممكن يكون فيه كوبر كيبل. طيب different techniques have evolved to meet these demands، يعني بيقول لك احنا عمالين نتكلم، عبد الصمد اللي بيقول احنا عمالين نتكلم عن الكور نتورك وعمالين نتكلم عن الاكسس نتورك. طيب هل الاسلاك اللي هنستخدمها في الاكسس نتورك اللي هي الشبكه اللي موجوده في نفس البلد هي نفس الاسلاك اللي في الكور نتورك اللي هي على مسافات بعيده؟ عشان كده احنا طورنا تقنيات مختلفه لتلبيه هذه المطالب، زي الالياف الضوئيه. الالياف الضوئيه عباره عن ايه؟ الالياف الضوئيه بالظبط عباره عن يعني الكبر كيبل، اسلاك نحاس اهي، اللي هي الاسلاك العاديه اللي ممكن نوصل بيها خطوط التليفون الارضيه. الاوبتيكال فايبر هو عبارة عن سلك بس في هيئة أنبوب زجاجي. الأنبوب الزجاجي ده بيمشي فيه ضوء، يعني بنركب هنا في الأول عند الترانسميتر بنركب جهاز بيبعث ضوء، والضوء ده بيوصل الناحية التانية فبيبقى فيه جهاز تاني بيحول الضوء إلى إشارات كهربائية. خلاص؟ فأنت عندك الاوبتيكال فايبر ده عامل زي السلك بس في هيئة أنبوبة، أنبوبة زجاجية وبيمشي فيها الضوء. المهم اوبتيكال فايبر طبعا بنستخدم بقى، خلي بالك من الحته دي، بنستخدم الاوبتيكال فايبر في الكور نتورك ليه؟ عشان لما نحب ان او يعني في اللونج ديستانسز، يعني الاوبتيكال فايبر بيستخدم في اللونج ديستانسز، اما بالنسبه للاسلاك النحاسيه بتستخدم في الشورت ديستانسز. ده الجزء اللي موجود هنا. الاوبتيكال فايبر هاز نمبر اوف ادفانتجز اوفر كفر، اهو الاوبتيكال فايبر له ميزه عن الكفر، particularly over long distances، في المسافات البعيده. So it now predominates بيهيمن in the core network، اهو شفت ايه اللي بيهيمن في الكور نتورك؟ الاوبتيكال فايبر. Although copper still retains a key place in the access network، اما بالنسبه للكوبر كيبل بيهيمن على الاكسس نتورك. لما يقول لك هنا سؤال اوبتيكال فايبر predominates بيهيمن فين؟ قول له بيهيمن في الكور نتورك. هنا بقى طبعا احنا اتفقنا من شويه برضو، قلت لك ان في واير وفي وايرلس. وايرلس طبعا وايرلس اللي هو لما يكون في عندك جهازين موبايل، ده جهاز موبايل وده جهاز موبايل، بيتصلوا الاثنين مع بعض عن طريق قناه اتصال اللي هي وايرلس، اللي هي عن طريق اشعه الراديو، صح؟ فهو جاي هنا بيقول لك ايه، موبايل كوميونيكيشن سيستمز ريكواير راديو، محتاجين اشعه الراديو عشان يتصل اجهزه الموبايل ببعضها. ده التعريف، التعريف مهم. راديو is a form of electromagnetic radiation، هو عبارة عن مجال كهرومغناطيسي like light زي الضوء.
and can propagate through air وممكن انه ينتشر عن طريق الهواء or space او الفضاء in various ways. موجات الراديو هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية زي الضوء بتنتشر في الهواء. خلاص؟ ده طبعا مش محتاج كيبلز. الراديو spread out over a wide area. يعني ايه؟ يعني اشعة الراديو بتنتشر. شوف لو انت عندك جهاز ارسال بيبعت موجات راديو بتنتشر في wide area، في مساحة كبيرة، المساحة دي كلها، صح ولا لا؟ اما السلك بيروح في مكان واحد. يبقى موجات الراديو spread out over a wide area، في مساحة واسعة. راديو is thus a shared medium. بيقول لك ان اشعة الراديو او الراديو عموما يعتبر shared medium. shared medium ليه؟ الجزء ده في موجات الراديو صح، ولكن هل في موجات الراديو الخاصة بقناة واحدة بس ولا بمجموعة من القنوات؟ لا، ده في قناة جاية من هنا وفي قناة جاية من مكان تاني وفي قناة جاية من مكان تاني وفي قنوات كتير جدا جدا، عشان كده يعتبر shared medium. عايز اقولك ان الغرفة اللي انت عايش فيها لو انكشف لك موجات الراديو اللي موجودة فيها، اللي موجودة حواليك، هتحس برعب. عشان كده الراديو يعتبر shared medium، لان في العديد من موجات الراديو موجودة في مكان واحد. So many different transmissions are competing، بيتنافسوا، كلهم بيتنافسوا، موجودين في الأوضة بتاعتك كلهم بيتنافسوا. Everywhere، في كل مكان. And a receiver، وجهاز الريسيفر أو جهاز الموبايل اللي موجود عندك في الغرفة has to be able، لازم يكون قادر على إن هو يختار الإشارة الصحيحة. يعني جهاز الموبايل بتاعك لازم يكون قادر إنه يختار الإشارة الصحيحة عشان يشتغل. راديو also has security implications. بيقول لك إن موجات الراديو فيها مشاكل في السيكوريتي. A signal can easily be intercepted. الإشارة ممكن يتم مقاطعتها. يعني ممكن حد يجيب جهاز إرسال ويقطع الإشارة بتاعتك ويقدر يتجسس عليك. لو في اتنين بيبعتوا لبعض إشارة، أنت ممكن على فكرة ممكن تجيب حتة حديدة طويلة وتطلع على السطح بتاعك، تعمل نظام معين زي إيريال وتبدأ تبعت إشارات للناس. يعني أنت كمان عايش في عالم الراديو وتقدر تتعامل بيه. بعدين هقول لكم على الطريقة، هقول لكم تطلعوا تعملوا راديو إيريال إزاي يبقى موجود فوق السطح. الإيريال هو يعني جهاز، ممكن يكون جهاز استقبال وممكن يكون جهاز إرسال، بحيث إن أنت ممكن تبعت إشارات وممكن تستقبل إشارات زي البرج بتاع الموبايل اللي بيكون موجود على أسطح البنايات. خلاص؟ طيب المهم، cables confine signals to a defined route. يعني بيقول لك إن الكابلات بتودي الإشارات في روت أو في مسار محدد. ممكن يجي لك سؤال مهم، موبايل كوميونيكيشن سيستم ريكواير راديو، وات از ذا بروبرتيز اوف راديو؟ دي تعتبر خصائص الراديو. مهم. طيب بعد كده عندك انالوج اند ديجيتال سيجنال. عندك حاجه اسمها انالوج وعندك حاجه اسمها ديجيتال. الانالوج زي ايه؟ الصوت اللي انا بكلمك بيه ده انالوج، ده طالع صوت طبيعي. اي حاجه طبيعيه في الحياه انالوج. صوت الرياح انالوج، صوت المروحة أنالوج، الهواء أنالوج، الضوء أنالوج، كل الحاجات دي تعتبر أنالوج. إمتى تبقى ديجيتال؟ لما نحولها إنها تدخل على الكمبيوتر ونحولها إلى إشارات ديجيتال عشان نقدر نعدل عليها أو نتحكم فيها بشكل كويس. Signal describes the form in which a message is sent. السيجنال أو الإشارة تبقى في form أو في شكل، which is message، which a message is sent along a communication channel. ان الرسالة بتوصل من خلال communication channel. يعني لما انا سألت عبد الصمد برضو قلت له يا عبد الصمد انا دلوقتي طلاب 355، يعني طبعا احنا عندنا مرسل وعندنا مستقبل، ده الترانسميتر وده الريسيفر، يا عبد الصمد ازاي امثل للطلاب الاشاره في شكل انالوج وازاي امثل لهم الاشاره في شكل ديجيتال؟ انا مش عارف. فعبد الصمد قال لك الاشاره بيبقى شكلها، الاشاره الانالوج في الهواء بيبقى شكلها عامل كده. دي شكل السيجنال، وبتبقى ماشيه بقى مستمره على حسب التايم او على حسب الوقت. حلو.
حلوة قوي يا عبد الصمد، يعني شكل الإشارة الأنالوج بيبقى عامل كده. قال لك آه، حتى كمان الشريط بتاع زمان، لو انتوا فاكرين الشرايط بتاعت زمان اللي هو شريط التسجيل، شريط التسجيل ده كان بيتسجل عليه الإشارات بشكل أنالوج، فكان عندك الشريط اللي موجود هنا كان عبارة عن شريط تسجيل وكانت بتتسجل عليه الإشارات في شكل أنالوج، تمام؟ وكانوا عشان يعدلوا عليه أو يعملوا أي حاجة عليه لازم يقطعوا منه، يرجعوا يلزقوه، بيعملوا حاجات كتير جدا عشان يقدروا يعملوا معالجة لشريط الفيديو. بعد كده لما حولنا الشريط ده خدناه ودخلناه جوه الكمبيوتر أصبحت المعالجة عليه مسألة سهلة، عشان كده بقينا محتاجين لعمليات تحول الأنالوج إلى ديجيتال. المهم إنه قالك إن شكل الإشارة عامل كده. مين اللي قال؟ عبد الصمد. خلاص؟ فقالك السيجنال describes the form in which message is sent along a communication channel. دي اللي هي السيجنال أو الإشارة اللي هي دي. طبعاً in the case of copper cable في حالة الأسلاك النحاسية the signal is varying electrical فولتج، بتبقى عبارة عن إشارة كهربية. طيب analog signals، الإشارات الأنالوج can take any value within a continuous range. شوف شكل الإشارة الأنالوج عامل إزاي، وده التايم أو الوقت. بيقولك إنها ممكن تاخد أي value، شوف الفاليوز المختلفة عاملة إزاي. in a continuous range يعني رينج مستمر ماشي مع الوقت، ده مش مهم أوي. الديجيتال سيجنال هاز ا ديسكريت سيت اوف فاليوز. اما بالنسبه للاشاره الديجيتال قال لك ان هي ديسكريت سيت اوف فاليوز يعني مجموعه محدده من القيم، تمام؟ يعني ايه برضو؟ الانالوج لو انت تلاحظ ممكن تاخد هنا قيمه وهنا قيمه وهنا قيمه وهنا قيمه، قيم غير منتهيه كونتينيوس، وهنا قيمه والقيمة دي غير القيمة اللي قبلها والقيمة دي، وفي بين القيمتين اللي أنا رسمتهم دول مجموعة كبيرة جدا من القيم أنا مش هقدر أرسمها، يعني في بين النقطتين دول في مجموعة كبيرة أو رينج كبير جدا من القيم. فعشان كده الأنالوج سيجنال كان تيك أني فاليو ويذن أ كونتينيوس رينج، رينج كبير مستمر. طيب وبالنسبة للديجيتال سيجنال قال لك لا، ممكن يكون موجود فيها واحد أو صفر، واحد أو صفر، واحد واحد او صفر واحد، يبقى هي مفيش فيها غير واحد وصفر بس. فعشان كده ديسكريت سيت اوف فاليوز، مجموعه محدده من القيم. على سبيل الميزان، على سبيل المثال واحد وصفر، تمام؟ الواحد وصفر are represented by two different voltage levels. ممكن يجي يسألك سؤال what is the difference between analog and digital signals، ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ مش محتاجين الا الاجزاء اللي تحتها خط. هنا جاي بيقول لك give two examples of digital systems. digital system عندنا digital audio broadcasting او اختصاره DAB، وعندنا digital television. digital اللي هو يعني بديلا له او بديلا اللي اسمه digital video broadcasting او DVB، تمام؟ طيب حلو قوي. في مشكلة عندي دلوقتي للإشارة. عبد الصمد طلع قدامي على السطح بتاع بيتهم وراح ركب اريال طويل، تمام؟ وقال لي الاريال ده دلوقتي انا ممكن ابعت بيه اشارات الى اي حد، بس حصل مشكله في الاشاره. ايه هي المشكله؟ طبعا انا مش بكلمك على الاريال بتاع عبد الصمد بس، لا، اي جهاز ترانسميتر، الجهاز اللي بيبعت لك، خلينا مثلا نتكلم عن الإشارة اللي طالعة من برج الاتصالات، خلينا نتكلم ان ده برج اتصالات وان طالع منه إشارة. الإشارة دي مع الزمن يعني هي كانت كبيرة كده، ولكن مع الزمن بتقل تدريجيا. شوف بتقل ازاي، بيحصل لها عملية تخفيف او حاجة اسمها attenuates. It gets smaller, it attenuates. بيحصل لها عملية تخفيف. بيحصل لها عملية ايه؟ عملية تخفيف. عامل زي الواحد اللي عمال يطلع يجري يجري يجري. انا قلت لك انزل من بيتك دلوقتي وروح الجامعه جري، هتنزل من البيت هتروح 10 متر بالظبط وهتقف تعبان مش قادر تكمل. فانت في الاول وانت ماشي من عند بيتك للجامعه انت ماشي قوي، بس بعد كده ايه اللي حصل؟ هبط.
حصل لك عملية تخفيف، الإشارة بتبقى طالعة من جهاز الإرسال قوية، ولكن بيحصل لها attenuation، بيحصل لها عملية تخفيف. حلو؟ حلو. طيب، ممكن مش بس يحصل لها عملية تخفيف، ممكن يحصل لها عملية تانية اسمها distortion. الديستورشن اللي هي ان الإشارة زي ما هي ما حصلهاش تخفيف، بس حصل لها تشويه، شوية تشوهات، distortion. الإشارة تشوهت، عامل زي ايه؟ انا قلت لك اطلع انزل من البيت دلوقتي واطلع جري على الجامعة، فانت طلعت جري على الجامعة، هوب وقعت في حفرة، اتبهدلت وتعورت واتمليت تراب وحاجات زي كده، فبقيت انت مش قادر تكمل، انت خلاص انت حصل لك تشويه، ماشي وانت زعلان من نفسك ومش مبسوط. يبقى حصل لها ايه؟ it gets distorted، the shape changes. الإشارة ممكن يحصل لها حاجة من الاتنين دول، وممكن يحصل لها الاتنين مع بعض. What will happen when you send a signal along a communication channel؟ بيحصل لها الاتنين دول. طب هل في علاج للكلام ده؟ في علاج طبعا، تعالوا نشوفه مع بعض. اهو هنا بقى reasons and benefit of using digital technologies. لما اجي بقى، خلي بالك، لما اجي استخدم الديجيتال تكنولوجي، يعني انا حولت الاشاره دي من انالوج الى ديجيتال، ايه الميزه؟ it's possible to compensate، ممكن نعوض for attenuation، عمليه الاتنيويشن اللي هي ان الاشاره حصل لها تخفيف او هبطت، by amplifying the received signal، عن طريق ان احنا نعمل لها عمليه تقويه. زي ما قلت لك من شويه، هي الاشاره اهي حصل لها ايه؟ حصل لها تخفيف، نقوم نحط هنا جهاز امبليفاير، الامبليفاير يعمل ايه؟ يرجع يرجع الاشارة عالية تاني. عن طريق ايه؟ عن طريق الديجيتال تكنولوجي، مش الانالوج تكنولوجي. عشان كده مهم جدا التلاتة دول، ركز فيهم. خلاص، احنا بنعوض الاتنيويشن، عملية الاتنيويشن عن طريق ان احنا amplifying the received signal، الاشارة اللي جات لنا اشارة يعني ضعيفة، جات لنا مخففة، لا احنا بنقويها مرة تانية. ده التغلب على الاتنيويشن. طب هل ممكن نتغلب على الديستورشن؟ قال لك ممكن تتغلب على الديستورشن. ازاي؟ عن طريق في process of regeneration، اعادة توليد الاشارة، تنظيف الاشارة. يعني هو كان طالع يجري رايح الجامعة ووقع في حفرة، لا احنا بنطلعه نخليه ياخد دش، نظبطه، نسرح له شعره، خلاص رجع تاني زي الاول واحسن. خلاص، الإشارة كانت مشوهة، كانت عاملة كده زي ما قلت لك كده، لا احنا بنرجع ننظفها مرة تانية. عن طريق ايه؟ حاجة اسمها regeneration، اعادة توليد الإشارة الأصلية. voice music and video can all be handled. الفويس، الصوت، الفيديو، كل الحاجات دي ممكن يحصل لهم هاندل او معالجة by the same techniques، عن طريق نفس التقنيات اللي احنا بنستخدمها في الكمبيوتر. يعني زي ما بنتعامل مع الكمبيوتر داتا او مع تعديل الملفات او مع تعديل، احنا بنستخدم نفس التقنيات، handled by the same technique as computer data if they are first converted to digital form، لو احنا حولناها الى digital form. طيب هنا دي مجرد رسمة للفهم، يعني مش واضحة بالنسبة لي كسؤال للامتحان، ولكن المفروض انك تفهمها. The effects of attenuation and distortion on an analog signal and digital signal. شوف بقى، لو انت عندك analog signal زي دي، لو حصل لها attenuation و distortion، بقت عاملة ازاي؟ شوف بقت عاملة ازاي؟ شايف الاشارة بقت عاملة ازاي؟ تقدر ترجعها تاني زي الاول؟ ما تقدرش. ده بالنسبة للايه؟ بالنسبة للانالوج. دي الرسمة A. في الرسمة B، انا كان عندي اشارة، الاشارة دي زي ما انت شايف هي digital مش analog، هي ديجيتال مش انالوج، هي كمان لما جينا ارسلناها اتحولت الى الشكل الضعيف ده، اهي اتحولت الى الشكل الضعيف ده، بس لان احنا عندنا تقنيات في الديجيتال فقدرنا نرجع الاشارة الى شكلها الاصلي. شوف الشكل ده هو نفسه الشكل الاصلي للرسالة. يبقى الرسالة في الديجيتال حصل لها attenuation، حصل لها distortion، اتبهدلت مني في السكة،
ولكن انا قدرت ارجعها الى الشكل الاصلي لان انا في الديجيتال فورم او قدرت ارجعها للديجيتال فورم. تمام. طيب لحد المرحله دي جه عبد الصمد الصيني وقال لي تفتكر يا باشمهندس ايه اللي احسن، نستخدم الديجيتال ولا نستخدم الانالوج؟ فانا قلت له طبعا الديجيتال، لان الديجيتال بيتيح لي ان انا اقدر اعدل شكل الاشاره واقدر اتغلب على مشكله الاتينيويشن واقدر اتغلب على مشكله الديستورشن. حلو قوي. يبقى احنا دلوقتي الديجيتال عايزين نحول من انالوج الى ديجيتال علشان نتغلب على المشاكل اللي ما قدرناش نتغلب عليها في الانالوج. فبقينا محتاجين لحاجه اسمها ايه؟ لكونفرتر اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر. طيب حاجه مش موجوده في المنهج بس انا شايف انها مهمه ليك، هو فين جهاز الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده؟ هو انا عندي اللي عندي في المنهج او اللي المنهج بيقول لي عليه بيقول لي ان انت عندك حاجه اسمها اي دي سي. الاي دي سي ده اللي هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر، خلاص بيدخل هنا انالوج ويطلع لنا ايه، ويطلع لنا ديجيتال. وعندك كمان حاجه اسمها دي اي سي، ديجيتال انالوج كونفرتر، ده بندخله ديجيتال بيطلع لنا ايه، بيطلع لنا بندخله هنا انالوج بيطلع لنا ايه، بيطلع لنا ديجيتال. ده انالوج بيطلع ديجيتال وده ديجيتال بيطلع انالوج. طيب امال فين المشكله؟ قال لك ان الجهاز الحقيقي اللي موجود في اجهزه الموبايل واللي موجود في الجهاز اللي موجود معاك ده بيحول من ناحيتين، ده اسمه أداة. تمام، ده ممكن تدخله ديجيتال او انالوج وتطلع منه ديجيتال او انالوج. طب هو موجود فين في الموبايل بالظبط؟ جهاز الموبايل بتاعك بيكون فيه انتنة، حتى لو الانتنة دي مش موجودة او مختفية، ولكن هو موجود فيه انتنة او اريال. بعد الاريال ده مباشرة بيكون موجود حاجة اسمها الفلتر. بعد الفلتر مباشرة الاشارة اللي بتيجي بيتعمل لها موديوليشن او دي موديوليشن. خلي بالك انت بتستقبل الاشارة من الجو، الاشارة انت بتستقبلها من الجو، بتستقبلها من الفضاء. تمام، في هنا فلتر، فلتر بينقي الاشارة، بعد كده بيتعمل لها موديوليشن او دي موديوليشن. يعني انت لو هتستقبل الاشاره بيتعمل لها دي موديوليشن، لو بترسل الاشاره بيتعمل لها موديوليشن. هناخد الموديوليشن والدي موديوليشن كمان شوي. بعد كده عندك جهاز الأداة موجود هنا، ده عشان يحول الاشاره الى انالوج او الى ديجيتال عشان يقدر يتحكم فيها بشكل كويس. مهم جدا انك تعرف المعلومات دي لنفسك، لان الماده فهم مش حفظ، لازم تفهم المادة كويس عشان تقدر تدي فيها وعشان تنفعك بعد كده. يبقى انت عندك هنا لو هتستقبل الاشارة من جهاز الموبايل، عندك في جهاز الموبايل مباشرة بعد الاشارة عندك الفلتر، بعد كده عندك الموديوليشن او الدي موديوليشن. لو بنستقبل الاشارة بنعمل لها دي موديوليشن زي فك ترميز مثلا، او انك بتفصل اشارتين عن بعض. بعد كده عندك جهاز الأداة اللي هو بيحول الديجيتال الى انالوج او الانالوج الى ديجيتال. خلاص، طبعا خلي بالك الحاجات دي كلها بنحتاجها في المرحلتين برضو، حتى في مرحلة الإرسال بنحتاجها وفي مرحلة الاستقبال بنحتاجها. Analog to digital converters and digital to analog converters أهم are electronic devices، هي عبارة عن أجهزة إلكترونية that convert between analog and digital in each direction، هي بتحول بين الاثنين في الاتجاهين. طيب عندك بعد كده نقطة مهمة اللي هي sampling والquantization، مهمة جدا. ايه السامبلينج والكوانتايزيشن؟ السامبلينج انا لو عندي اشاره، طبعا انتوا عارفين شكل الاشاره عامل ازاي، شكل الاشاره عامل كده. عايز احولها الى ديجيتال، دي اشاره، دي شكل الاشاره الانالوج. ازاي الجهاز اللي اسمه انالوج او الاداه اللي هو بيحول الاشاره من انالوج الى ديجيتال، ازاي الجهاز هيحول الاشاره دي من انالوج، هي الاشاره جايه له كده، ازاي هيحولها من انالوج الى ديجيتال؟ فقال لك والله احنا بنقسم، احنا عندنا الانالوج اهو،
طبعا مش هينفع ناخد كل القيم اللي موجودة على مسار الانالوج، لان الانالوج فيه كمية كبيرة جدا من القيم مش هنقدر ناخدها كلها، ولكن احنا بناخد منه سامبلينج. سامبلينج يعني نقاط معينة اللي احنا هناخدها. اهو بناخد النقاط دي. ما بناخدش كل النقاط، بناخد مجموعة معينة بس من النقاط. يعني ايه بناخد مجموعة معينة؟ يعني قالك احنا بناخد النقطة دي نحولها الى ديجيتال عن طريق رقم معين اهي، وبناخد النقطة دي نحولها الى ديجيتال، وبناخد دي نحولها الى ديجيتال، وبناخد دي نحولها الى ديجيتال اهو. فلما جت تتحول بقى الى ديجيتال، شوف بقى عامله ازاي. هل دي نفس الاشاره اللي فوق؟ هي مش نفسها بالظبط، بس هي اتحولت الى ديجيتال، فخدت ديسكريت، ما خدتش بقى ايه كونتينيوس رينج، لا خدت ديسكريت، مجموعه محدده من النقاط. خلاص، لان انت حولتها الى ديجيتال فورم. عملية انك بتاخد النقاط دي اسمها سامبلينج. شوف بقى السامبلينج والكوانتايزيشن. السامبلينج بيقول لك تو كونفيرت ان انالوج سيجنال، عشان تحول الانالوج سيجنال او الاشارة الانالوج تو ديجيتال فورم. اتس فيرست سامبلد، اول حاجة بناخد النقط بنعملها سامبلد باي ميجورينج، عن طريق قياس اتس فاليو ات ريجولار انترفلز، على فترات زمنية معينة او منتظمة. تبدأ تاخد نقط معينة على فترات زمنية متقطعة منتظمة. تمام؟ ده بالنسبة للسامبلينج. أمال إيه هو بقى الكوانتايزيشن؟ عملية السامبلينج إن أنا خدت النقط دي. عملية الكوانتايزيشن بقى هي العملية التانية، إن أنا حولتها إلى إيه؟ إلى مجموعة معينة من القيم أهو. The next step is to encode each of possible quantization levels، إن أنت بتاخد كل ليفل وبتحط مكانه باينري نمبر. To restrict the measured values، عشان تخلي الميجورد فاليوز او القيم التي تم قياسها تو ا ديسكريت سيت، الى مجموعه معينه من القيم. في الحاله دي the values are quantized، يعني الفاليوز حصل لها عمليه كوانتايزيشن، ان انت حولتها الى مجموعه معينه من القيم، دي عمليه الكوانتايزيشن. طيب الجزء ده مش مهم قوي. هنا بيقول لك a large value of n، يعني ايه large value of n؟ شوف انت عندك ده كده n، انت جيت خدت قيمة هنا، خدت قيمة هنا، وخدت قيمة هنا، وخدت قيمة هنا، وخدت قيمة هنا. هل الجودة هتطلع في الاخر كويسة؟ لا، الجودة مش هتطلع في الاخر كويس. طب امتى تطلع كويسة؟ لو زودت العدد n، لو زودت عدد السامبلز اهو، زودها بقدر الامكان. لو زودت عدد السامبلز هيخليك تقدر انك تحدد الانالوج سيجنال بشكل كويس اهو، بس ده كمان هيكبر لك حجم الملف او حجم الاشاره المرسله. A large value of n improves the accuracy، بيزود الدقه of the conversion، في عمليه التحويل. Because the quantization levels، لان الليفلات بتاعت الكوانتايزيشن are closer together، قريبين جدا من بعض. عندك سؤال بعد كده بيقول لك in ADC information has been lost، بعض المعلومات بيتم فقدها في عملية التحويل in two different ways، list them. يعني بيقول لك في عملية التحويل في معلومات بيتم فقدها، هل ده حقيقي ولا لا؟ طبعا حقيقي. هل الإشارة الأصلية دي عاملة زي الإشارة اللي تم تحويلها؟ لا طبعا مش عاملة زيها. إذن في بعض المعلومات تم فقدها. طب تم فقدها ليه؟ لأن حضرتك بتاخد samples في بوينتس او في مجموعه من البوينتس، تمام، لكن ما بتقدرش تاخد كل الاماكن او كل الانستنس اوف تايم، ما بتقدرش تاخد كل التايم، كل الوقت ده ما بتقدرش تاخده بشكل كامل، ده انت بتاخد مجموعه من السامبلز. فعشان كده لازم يحصل عمليه في فقد المعلومات مهما اخدت عدد من السامبلز، حتى لو خدت اقصى كميه برضه هيحصل فقد في المعلومات. First the signal is not measured at every instance of time، انت ما بتاخدش القياس
في كل الوقت، يعني هو كده معناه ان انت ما بتاخدش القياس لكل الوقت، but only at the sampling points، ولكن عن طريق مجموعة من السامبلز او نقط السامبلز. تاني حاجة ان احنا بنقربهم لبعض، rounding the samples to the nearest quantization level، يعني احنا بنقرب كل سامبل الى next quantization level. يعني مثلا انا لقيت ان السامبل دي والسامبل دي اللي موجودة ودي موجودة ودي موجودة، فبعمل ايه؟ في مسافات بينهم هنا، المسافة دي بعمل فيها ايه؟ بقربها الى اقرب quantization level، يعني بربطهم ببعض كده، فقربتهم الى بعض، لحمتهم في بعض بمعنى اصح، فاصبح rounding the samples to the nearest quantization level. بالشكل ده احنا خدنا نص الدرس الاول، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وناخد فيه نص الدرس الاول، النص التاني من الدرس الاول.